إنما الصدقات للفقراء. وظيفة الذكر، وظيفة العبادة كلها، الصلاة على رأسها. الصلاة عبادة عظيمة جدا كتأديها الوظيفة التربوية للنفس، تزكية. لذلك شرعت 5 صلوات في اليوم، وبدايتها أول كلمة شنو هي؟ الله أكبر، فتنسف فيك هذه الطاغوتية. وباش إلا بقى شي ذرات من هذه الخسلة كتمرغ الجبهة ديالك، أشرف ما فيك في الأرض، تتحطها في موطئ قدمك. فهذا الموضوع السجود راه تربية كبيرة جدا للنفس الأمارة بالسوء، اللي في كل لحظة تحاول أن تتفلت، تتفلت من عقالها، أردوا البال. لذلك الذكر، الذكر عموما الذكر، الذكر يذكرك بالله ويذكرك بحقيقته، هذه الوظيفة ديالك. لذلك عندك قوم من فقط يذكرون الله وهم غافلون، مجموعة من الناس لا يذكرون الله، وكين صيف يذكرون وهم غافلون، يذكرون وهم غافلون، وما أكثرهم، كل واحد يتحسس رأسه، ألا نذكر الله ونحن غافلون؟ لذلك لا يؤدي الذكر فينا وظيفته، فكنصليه ولا تنهانا صلاتنا عن الفحشاء ولا عن المنكر، لأن الذكر لم يذكرنا بحقيقة أنفسنا ولا بالله، ولا بالله، فعطلنا العبادات بهذا اللون من ألوان الغفلة والنسيان، عطلناها عن وظيفتها. فوظيفة الذكر نتقول الله أكبر، الله أكبر من إيش؟ حذف المتعلق في اللغة العربية وزين بالعموم، الله أكبر، وتبدأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. انت علاش تهضر على الله عز وجل؟ فينك انت؟ ما كاينش. كل ما في الدخول في الصلاة تنسلق من ذاتيتك وأنانيتك ومن أناك، وتبدأ حتى ملي تبغي تصلي ما كتقولش اهديني اهدينا، فين انت؟ غايب، ما كاينش، افتقار تام. مرا الله أكبر، لا تنسى الله أكبر، تركع سبحانه، تسبح في ملكوت الله عز وجل تنزيها وتعظيما. سمع الله لمن حمده، ذاك الحمد اللي قلتيه في اللول، قد سمعه الله، ربنا ولك الحمد، أن سمعت حمدنا السابق. مرا الله أكبر، فتخر راكعا ساجدا متذللا شكرا أن سمع الله حمدك في الوقوف وقبل ركوعك، فلا يسعك إلا أن تشكر الله. كي دير تشكر على هذه النعم السابقة إلا أن تخر ساجدا، فتقوم من تقول اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، راني مقصر، لأنك أدركت من فضل الله سبحانه وتعالى عليك ما لم تستطع أن تشكره، تقول يا ربي اغفر لي تقصيري، راني ما قادش نشكر، وتسجود مرة أخرى، وتقوم بعد ذلك وتقول الحمد لله أن وفقني للسجود بين يديه. أنى لصاحب هذه المقامات في الصلاة أن ينشغل بغير الله؟ أمول هذه الخدمة هذه، لأن إن في الصلاة هنا شغلة خدمة تذكرك بالله وتذكرك، يعني تنسلخ من أنانيتك، من كبريائك، من طغيانك، من عبثيتك، وتبدأ التحيات، التحيات لله، تلك الأقوال، تحيات تلك الأقوال، الزكيات من الأقوال والأفعال، الصلوات الطيبات لمن؟ كلها لله. السلام عليك أيها النبي المرسل الذي يصل لناج، عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا، دعاء في الملأ الأعلى، علينا تدعي مع كل شيء، وعلى عباد الله الصالحين، لحقت نفسك بدك الصالحين، برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصالحين اللي كانوا قبل منك، أشهد أن لا إله، وتبدأ في الصلاة على رسول الله، مشاركة في احتفال الملأ الأعلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها تسلم، وبعد السلام تستغفر الله، تستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيرك في صلاتك، وتستحي من ربك أن ترفع تلك الصلاة إليه. جثو جلسة واحد الإنسان مذنب معترف بتقصيره يريد أن يتخلص من ذنوبه، واش شي طرفية هذه؟ مول اللي يدير هذه الخدمة هذه 5 مرات في النهار، يطغى، يتجبر، تلك الباقيات الصالحات عند ربك خير، تلك الباقيات الصالحات بعد الصلاة من علامات أن الصلاة إن شاء الله رفعت، أنك وفقت لها، هذيك هي المتممات، هذيك هي مش ترقع، مش ترقع ذاك الصلاة ديالك، عسى أن تنال قبول الله عز وجل. واش مول هاد الأحوال هذه؟ ألا يستقبلوا نفحات الرحمن الرحيم ورحماته؟ وإحنا أين نحن من هذه الأحوال؟
ومع ذلك في المقابل شوف أحوالنا مع الناس، شوف أحوالنا مع أنفسنا، مكرفصين بالمعقول، نطغى ونتجبر وناسين راسنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.